اكسبريس، رجعنا معكم في نيوز دولار. باش يكون معنا مدير الفضاء الثقافي المسرح الصغير، مدير الدوره، سي كريم خرشوفي. سي كريم، على السلامه ومرحبا بك على اكسبريس اف ام. باسي اختي، مرحبا بكل مسامي اكسبريس اف ام. كريم من مدنين، نحييكم من مهرجان مسرح الاحياء في مدنين. يعطيكم الف صحه على الفسحه هذه، ان كنا معاكم في البرنامج هذا، ويعطيكم الف صحه، وان شاء الله ديما يتعدى فضاء المسرح الصغير بجديد، ويكون في تظاهرات ترضي وتكون في مستوى تطلعات الناس اللي تستنى فينا. ان شاء الله امين كما قلت انت. اما ديما جينيرالمون قبل ما نحكي على ايفينمون، ديما نحب العباد حتى اللي يسمعوا فينا يعرفوا شكون الانفيتي اللي يحكي معايا في التليفون. هذاك علاش سي كريم قبل ما ندخل في الموضوع نخليك تقدم لنا روحك. انا كريم خرشوفي، صاحب فضاء ثقافي في ولايه مدنين في حي شعبي، خريج المعهد العالي للفن المسرحي بتونس. نخدم على الاحياء الشعبيه، نخدم عندنا مهرجان كبير اسمه مهرجان مسرح الاحياء. الحي اللي نخدمه فيه هذا في اطار مشروع كامل، هو يعني الحي هذا من 8 سنين التالي كانت تصنف الصورات المعنيه، يعني تصنف بالحي الاسود. مشروعنا انساني بحت، نحاول قدر الامكان ان يتحول الحي هذا من حي اسود الى حي نموذجي. اليوم عندنا وليدات بعد 8 سنين خدمه، فما وليدات متحصلين على جوائز احسن ممثل، جوائز وطنيه، جوائز جهويه في مهرجانات مختلفه، في المسرح، في الموسيقى، في عديد المجالات الثقافيه. نخدموا على الاحياء الشعبيه خاصه في اعاده الادماج، وخاصه حمايه الناس هذوما من كل انواع التطرف، وخاصه توعيتهم في مجال، يعني في المستوى الدراسي بتاعهم، في مجال الدراسه. وبحكم اني انا مربي، يعني استاذ تربيه مسرحيه في المدرسه الاعداديه حي الزيتوني، ما نجم كان ندافع على مشروع المدرسه العموميه، ومشروع الاحاطه بأبناء الأحياء والمساهمة في تكوينهم والمساهمة في إدماجهم في المجتمع هذا. فهمت. إن شاء الله نخدم بكل ما فينا من طاقة، من كل ما فينا من قوة. القاعدة ديما نحب ما نعمل، يعني التطلعات أو النتائج للناس تبحث أنها تعملها، إحنا يعني النتائج متاعنا على أرض الميدان، على أرض الواقع. كل من يعرف فضاء المسرح الصغير يعرف النتائج اللي قاعد يعمل فيها المسرح الصغير، يعرف المجهود الكبير، ويعرف الوليدات اللي تكونوا في فضاء المسرح الصغير. اليوم في 8 سنين عندنا تقريبا 7 أساتذة، يعني من اللي كانوا أبناء أحياء شعبية عاديين على الأخر، اليوم هم زملائي وأصدقائي. إنتاجات المسرح الصغير يعني تقريبا تدور في كامل تراب الجمهورية. نحاولوا أن ديما نحترموا الناس اللي جيت تتفرج فينا، قدموا في مسرح ملتزم، في مسرح أونجاجي، بعيد على كل انواع التكلف والاستسهال. نخدموا بجديه، نحبوا الحاجه اللي نعملوا فيها، نحبوا بلادنا وكهو. باهي سي كريم، ديجا في الافيش مكتوبه معناتها في الفيستيفال بيرفورمانس، نحكيو على 8 اديسيون، دونك حبيت نعرف شنو هو الحاجات اللي تبدلوا ولا اللي تزادوا جدد مثلا مقارنه بالزيديسيون اللي قبلهم. والله انا بصدق معناتها نعتبر روحي كمسرحي او كاكاديمي، ما عنديش تظاهره نقارنها بالتظاهره الاخرى، والا احنا مشروع كامل كما حكيت لك. ما ثماش حاجه تتغير على من تظاهره لتظاهره، فقط اللي يتغير ربما هو طبيعه الجمهور ونوعيه الجمهور، نوعيه العروض اللي تتقدم، هذا اللي يتغير، ولكن المشروع يبقى هو فيستيفال بيرفورمانس، نفس التوجه من اول دوره الى ان شاء الله الدوره رقم 100 ورقم 200، معناتها يتواصل حتى بعدي. باش يكون ديما محافظ على نفس الاساس، ديما ثم عروض اللي الهدف منها هي خلق رصيد فرجوي في الاحياء الشعبيه، يعني بالعروض عروض مسرحيه محترفه. كيف ثم ديما تلقى تربص في فن الممثل، او تربص في يعني في زاويه من زوايا الفنون، تلقى معرض في الفن التشكيلي، وتلقى الاخص الاهم من هذا كل ديما تلقى اثر، يعني نخلو في كل دوره نخلو البصمه بتاعنا تتمثل في مجموعه من الجداريات في المدرسه الاعداديه حي الزيتوني مثلا. كانت تمشي مثلا 4 سنين تالي ولا 5 سنين تالي، تشوف المدرسه كيفاش تحولت، يعني تفهم كل شيء، الطريق اللي احنا موجودين فيه، تشوف اللوحات والجداريات اللي موجوده فيه، وتفهم المجهود اللي قاعد يقوم به فضاء المسرح الصغير. صدق ربما كان باش نحكوا في مستوى ابعد، مستوى اخر، نقول لك المهرجان
للاسف يمشي بالتوالي، مش قاعد يقدم. معناتها علاش؟ وي. لعده اسباب اهمها التمويل. يعني اليوم في تونس ثم مش باش نقول شح التمويل، قبل في 8 سنين التالي كنت نقول شح التمويل، اليوم انعدام التمويل. تقريب من المهرجانات القلائل اللي في ولايه مدنين، اللي ما زالت تدافع على روحها بامكانيات ذاتيه قاعده تقدم في العروض بتاعها، يعني بدعم من مندوبيه الثقافه بشح شحيح، يعني بامكانيات ضعيفه جدا قاعدين نتحركوا. هذا هو معناتها بكل صدق نتكلم. هو يعني هو كلامك صحيح سي كريم، مي معناتها معناتها هك تشوف، معناتها نعرف ديما مالوغوزمون الكوتي كولتوريل في تونس ممكن ساعات يتعدى بفتره، معناتها فتره صعيبه، ساعات معناتها تلقى فيه معناتها كما قلت الفلوس حاجه مهمه معناتها في السيكتور هذايا. مي كان نقعد في الحاجات الباهيه، مثلا في البوزيتيف فايبس بار اكزومبل، كي شفت في البروجرام تاعكم فما حاجة عجبتني على الاخر، وذاك علاش خممت معناتها نحكي فيها انا وياك. كي شفت البروجرام على 4 ايام، ديجا فما الفن التشكيلي باش يكون معناتها موجود على 4 ايام هذوكم، فما مسرحيات زاده، فما مسرحية الجدار من اخراجك انت سي كريم خرشوفي، مسرحية احاسيس من اخراج محمد علي احمد، مسرحية خيالات من اخراج يحيى اليعقوبي، وفي اخر النهار مسرحية سيبيريا من اخراج فراس البرادعي. فوالا دونك لهنا حبيت نسألك سي كريم، كيفاش يتم اختيار العروض نتاع المسرح، معناتها المسرحيات في المهرجان هذايا؟ احنا كفضاء المسرح الصغير او كهيئه مهرجان فيستيفال بيرفورمانس نحاولوا ديما ان نفسحوا المجال للشباب، ونعطوا الاولويه يعني للشباب اللي كيفنا، يعني من زملائنا من برشا بلايص، يعني نتصلوا بإدارة المسرح، نقوموا بالإجراءات يعني القانونية اللازمة، نتصلوا بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين، ثم منها إلى إدارة المسرح، ثم منها إلى الوزارة، ونحاولوا أن نقتنوا بعض العروض اللي حسب الإمكانيات نتاعنا، يعني نحاولوا أن نختار العروض هذه باش تتقدم، ونحاول ديما أني يعني ما نجيبش عروض من منطقة واحدة. ديما كان تشوف تو عندنا عروض، عرض من كاف، وعرض من قفصة، عرض من صفاقس، عرض من مدنين، يعني ديما نحاول أني ننوع، خاطر نحب ندرب الجمهور نتاع فضاء المسرح الصغير والجمهور نتاع طريق 111 أنه يتفرج في أكثر من نمط وأكثر من نوع نتاع مسرح، باش تتخلق عنده حاجة نسموها رصيد فرجوي، يعني نحبوا انه يكون عنده رصيد فرجوي ويتفرج على اذواق ويتفرج، ينفتح لما لا من يكون حي منغلق يعني ومصنف لحي اسود، يولي حي ينفتح اكثر على الولايات الاخرى، ينفتح اكثر على الفنانين، كل فنانين الجمهوريه التونسيه، وينفتح على مناطق اخرى، يشوف عادات وتقاليد في بلايص اخرى، تناولهم للمسرح كيف نشطاء المسرح الصغير، يعني الناس يتكونوا في فضاء المسرح الصغير كمسرحيين يعني او كمشروع ممثلين، يشوفوا اكثر من رؤيه لاكثر من مخرج، يعني توجهات مختلفه، وكل العروض هذه يعني تخضع في النهايه للنقاش، نناقشوها ونفهموها ونحاولوا نفهموا رؤيه المخرج، ما المقاصد والقضايا اللي حاب يطرحها المخرج، ونسعوا ديما الى ان نقدموا صوره في المستوى، وكما قلت لك القاعده الاساسيه هو ان نخلقوا رصيد فرجوي عند المشاهد في الاحياء الشعبيه. سي كريم انت توا معناتها فورسيمون مازلت مركز معناتها في ليفينمون بيسكو في الفيستيفال بيسكو مازال غدوه ديجا الختام نتاعو هو، اسكو نجمو توا ما نعرفش كان مازال بكري ولا لا، اسكو نجمو توا نحكيو ولا نقولوا اللي فما تحضيرات على النوفيام اديسيون ولا لا؟ نوفيام اديسيون معناتها الدوره التاسعه، معناتها النجم نقولوا فما خاطر قبيله نحكيه، قلت لي ان شاء الله نوصلوا الدوره 200 معناتها، دونك قلت بيسكو انت تو مركز في الدوره الثامنه، اسكو النجم نحكيه على معناتها التحضيرات نتاع التاسعه العاشره العام الجاي كيفاش باش يكون، شنو باش يكون في البروجرام، ولا مازال بوغ لانستون مازال كل شيء فماش وضوح معناتها كما يقولوا؟ طبعا ما فماش شك، ريت شفت احنا المشروع نتاعنا هذا كما قلت لك احنا مصاحبين حتى ال 230 وحتى اكثر من 200 دوره كان لازم، يعني باش يكون المهرجان هذا ديما في شبين نوفمبر ديسمبر ديما باش يكون فما 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 مهرجان بكري شويه، نتناقش انا وممثلين جايين من الكاف نتناقش انا وياهم، يعطيهم الصحه يحيى اليعقوبي صديقنا يحيى اليعقوبي اليوم باش يقدمون العرض في فضاء المسرح الصغير. يعني احنا عندنا زوج مهرجانات كبار، اللي هو مهرجان مسرح الاحياء يصير في نوفمبر بين
افريل وسامحني بين افريل وماي وفيستيفال بيرفورمانس اللي يصير في نوفمبر ديسمبر ديما. علاش يلزم؟ خاطر يلزم الجمهور يتدرب على الفرجه، ما يلزمش يتنسى، يلزم على الاقل زوز مواسم في العام هذوما يتفرج فيهم الجمهور على المسرح باش ما ينساش، باش يزيد يتدرب اكثر، باش يولي يستنى، باش يدخل في العادات نتاعها، باش يدخل في لي ديزوان نتاعها، في الحاجيات نتاعها. يعني المسرح يولي حاجه يستناها كل يوم، يعني يستناها كل في العام على قليلة مرتين. هذاك علاش بحول الله ما دامنا موجودين يعني باش يكون مهرجان فيستيفال بيرفورمانس. ونحن المشروع من فيستيفال بيرفورمانس الحقيقي يعني هو ان تجي عروض تشريفيه، لكن ما عندناش امكانيات باش نجموا نحققوا المشروع هذا، ان يمشي كله في يعني نجيبوا عروض تشريفيه تصير ديما في الليل وفي النهار كلها تتعدى في منطقه الورشات، ناس تفهم في فن الاداء، سواء في نقول احنا في تياتر دوبجي، في الدانس تياترال، في الشعر، في الموسيقى، في اللي سولو، في يعني في الاشياء، في توسكي بيرفورمانس. يعني يصير فيهم تكوين سيلت، حتى كان الزم نقول احنا شهر، وبعد الشهر هكا يجي فيستيفال بيرفورمانس كتكريم للناس هذوما باش يقدموا لي بيرفورمانس نتاعهم، وديما يصير في الليل العرض النهائي. هذا المشروع اللي تبنى عليه فيستيفال بيرفورمانس، لكن ضعف الامكانيات وضعف التمويل وضعف الدعم خلانا ان للاسف ما نوصلوش الاهداف هذه الا تقريبا في زوز ولا ثلاثه دورات عملناها. فهمتك سي كريم. نحن ما قعدناش برشا وقت، دونك اخر حاجه نحب نكمل بها باش نحكيو على الدات والبلاصه نتاع ليفينمون. دات معناتها في بالي 7 8 9 10 نوفمبر 2024. بار كونتر العباد اللي يحبوا يعرفوا وين قاعد يصير معناتها الفيستيفال دو بيرفورمانس، وين البلاصه بالضبط معناتها كي باش يعرفوا. فيستيفال بيرفورمانس يصير في ولايه مدنين تحديدا، في مدنين الشماليه، معتمدية مدينة الشمالية، بالتحديد في طريق ابن خداش، وبالتحديد أكثر في فضاء المسرح الصغير اللي هو يتواجد في طريق ابن خداش. تقريبا العروض المسرحية باستثناء العرض الافتتاحي النهار الأول كان في المدرسة العبادية حي الزيتوني اللي هي في محيط فضاء المسرح الصغير. كل العروض الأخرى ديما 5:30 في فضاء المسرح الصغير، يعني تقريبا بعد نص ساعة من تو بالضبط باش يكون فما عندنا عرض خيالات اللي جونا من اصدقائنا اخراج يحيى اليعقوبي، جانا من الكاف. ان شاء الله تكون عرض بالمستوى وان شاء الله يعجب الجمهور، وسيتم مناقشه العرض هذا بعد انتهائه يعني مباشره. يعطيكم الف صحه انت في الاذاعه، معنا حدا مزيه، ميرسي ليكم ولكل من يسمع في اذاعتكم. شكرا لكم لانكم ديما تفتحون المجال ان نوصلوا صوتنا للمستمعين اللي تابعوا فيكم. بارك الله فيكم، وان شاء الله يوم من الايام نشوفكم معنا في تغطيه مباشره من فضاء المسرح الصغير. ان شاء الله سي كريم يبقى تو هذيك خدمتنا، وان شاء الله معناتها نكونوا قاعدين نخدموا فيها بالكدا. سي كريم خرشوفي مدير الفضاء الثقافي مسرح الصغير ومدير الدوره، ميرسي بوكو على تدخلك معنا. نحن مازلنا مواصلين في انجوي اكسبريس باش نمشيو موزيكا، من بعد يستنى فيكم ثريلر باي انيس. حضرنا فيلم ولا سيري من قبيله يا جماعه، راني قاعد نقول له به قل لي امواس فيلم ولا سيري وما يحبش يجاوبني منها، وليت انا بيدي عمل لي سسبنس لين ما عادش. هذاك علاش نتعدي موسيقى شاكيرا أليخاندرو سانس لا تورتورا، وراجعين.